وعليكم السلام. حط الحاجات دي هنا. شكرا يا ذوق. اي خدمه يا جميل. استنى استنى تعالى خد دول قشرهم وكلهم. ده كتير ده كده يا هاني. ايه يا عم مش كتير عليك؟ مفيش قرص اجنبي المره الجايه. اتكل على الله. هو في ايه؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ تعالوا تعالوا كلكم شوفوا جبت لكم ايه. جبت لكل واحده فيكم هديه. خير خير يا سناء يا حبيبتي. انت حاسه نفسك انك هتودعي وتصعدي ولا ايه؟ فبعد الشر عليكي يا حبيبتي. ان شاء الله العدوين. ان شاء الله العدوين. الحقي يا رانيا الحقي الست دي بتشتم الماما بتاعتك. ماما بس حرام عليكم. يوم يعدي علينا من غير مشاكل بقى طول النهار. شات اب يو ستو. مجيده رغم ان انت ما تستاهليش بس برضو فكرت فيكي. اتفضلي مع اشواقي وقبلاتي. الصبغه اللي كنت بدور عليها الشقه. صبغه ايه اللي جايبها لي يا مامي؟ انا لسه شعري طبيعي. لسه بدري على الصبغه. عندك حق لسه بدري على الصبغه وكنت قلبه البلد عليها. رانيا اشواقي وقبلاتي. فلاشه 4 جيجا يا نجلاء جابت لك هديه. ماما انت ست الكل واهم واحده في البيت ده كله. شوفي بقى يا ماما جبت لك ايه. وريني يا حبيبتي. اتفضلي يا ماما. يا حبيبه قلبي يا حبيبه قلبي. ده البلطو اللي انا عايزاه. لكن ليه ده كله؟ بصراحه يا ماما كده يعني كنت نازله اتسوق مش كالعاده يعني على غير عادتي. كنت نازله شويه شويه بنس افتكرتكم جبت لكم كلكم هدايا عشان في مناسبه جميله جدا. انا طالعه اعاره يا ماما. لا 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 بجد يا شيخه احلى 5 ساعات في حياتي بجد. خلاص يا ماما باي باي كمبوره هسافر. فقلت اخذي عينيكم لتفلق الحجر واجيب لكل واحده فيكم هديه عشان ما تضربونيش عين وانا طالعه في المطار اتعكش لا اشوف مصر ولا بره مصر. سناء حبيبتي هو انت هتسافري بجد ولا بتتلاعبي بمشاعرنا الجريحه؟ لا يا حبيبتي مش بتلاعب. الجواب جه ودوري خلاص جه والسفر كمان اسبوع وهغور من وشكم. بس اللي انا مستعجبه له ان انا حاسه انكم هتوحشوني. اعاره ايه اللي انت بتتكلمي عنها؟ انت اتجننتي؟ عايزه تسافري لوحدك؟ ما عندناش بنات يسافروا خالص. يا طنط يا طنط حرام عليك يا طنط. ده العالم كله اصبح قريه صغيره. ثم ايه اللي حياتك خايفه على ايه؟ سناء محتاجه تروح وتسافر عشان تكون نفسها زي ما انا محتاجه اكون واتنفس. وبعدين يا طنط خايفه عليها ازاي؟ دي شخصيه منفرده رايحه تطلع عين الناس. اساسا دي شخصيه اساسا خنيقه. تقصدي ايه يا رانيا؟ ما قصدكيش يا سناء. بحسب. من فضلك ما تتدخليش بيني وبين بنتي. احنا طبعنا غير طباعكم. احنا مش فاتحينها على البحري. ما عندناش بنات يسافروا لوحدهم فاهمه؟ تبقى الشوم اللوم. يا ستي اسكتي يا ستي بكلم مامتي اديني فرصه. يا ماما ما تعيشيش في دور المراه الصعيديه. انت لسه خايفه عليا وانا عيله صغيره؟ وبعدين خايفه عليا من ايه يا حسره؟ ما انا قاعده ملقحه جنبك اهو بقالي 100 سنه. يا ماما دي فرصه العمر. وبعدين كلامك فات اوانه. انا مضيت ومسافره كمان اسبوع وجاي تضحكي عليا بالبلطو ده؟ خدي حاجتك مش عايزاها ولعلمك لما يجي اخوكي انا ليا كلام معاه. اوعي اوعي. حبيبتي حبيبتي يا سناء هتسافري بجد يا حبيبتي؟ ايوه احمدك يا رب انا حاسه ان هلال رمضان جه. طب ما تلحقي يا اختي تقومي تتسحري بقى. ايه يا ماما خير؟ خليتيني اسيب الشغل واجي على ملا وشي. خير؟ وشك هيبقى في الارض قريب. ليه في حاجه ضاعت منك في الارض عايزاني ادور عليها ولا ايه؟ اختك الفلتانه عايزه تسافر في اعاره. اعاره؟ طب والله كويس قوي. اهم حاجه بقى ماضي اتعقد وخدت عربون واحسن يضحكوا عليها. اخس عليك ده انا ما عرفتش اربي. ايه قالت لك انها مش هتبعت لك فلوس من الاعاره؟ اخسين عليك انت واختك اللي ما عرفتش اربيهم. ازاي تسمح لنفسك ان اختك تسافر لوحدها؟ طب ما تسافر يا ماما عادي جدا. ما هي سناء قبل كده سافرت لوحدها اسكندريه وسافرت القناطر ومره زمان خالص سافرت الفيوم عادي. بس دي في بلد غريبه هتبقى لوحدها الناس هتقول علينا ايه؟ يا ماما الناس اولا ما يعرفوناش خالص هناك في البلد الغريبه اللي هي هتسافرها دي. ثانيا يا ماما سناء ما تلاقيش عليها لانها عامله زي جنيه الورق ملوش اي قيمه هناك. هناك في عملات تانيه مين هيبص لها يا ماما؟ لا يا اخويا احنا لا خواجات ولا بنرمي بناتنا. مش زي عيله مراتك. الله 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 وليه الغلط ده؟ طب يا ماما طيب يا سلام غيران عليهم قوي كده ومش غيران على اختك يا بارد. يا ماما يعني عايزاني اعمل ايه؟ طب يا ماما عايزاك تثبت لي انك انت راجل وجامد وبتعرف تاخد موقف وما تسيبش اختك تسافر لوحدها. يا كده يا هسيب لك البيت ورش. هتسيب البيت تمشي تروحي فين يعني يا ماما؟ مالكش دعوه وانا ما اعرفش انا هروح فين. يا رب يا رب نفسي اشوف راجل يحافظ على عرضه
لا جوز ولا ابن. لا 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 لا، الابن ده اتفرج عليه. انا بقى هفرجك دلوقتي يا ماما على سناء وهعمل فيها ايه. بس اوعي بقى يا ماما قلبك يحن، يعني لما تلاقي شعرها طالع في ايدي كده ما تبعتنيش بقى الاجزخانه اجيب لها كريمات والكلام ده. مستعده تشوفي انا هعمل فيها ايه؟ اتفضل. اتفضلي. اتفضل. اتفضلي. ها؟ وريني بقى هتعمل ايه؟ سناء. اوكي. او هي تحرجنا قدام حد يعني؟ لا لا عادي، اللي بيحصل ده عادي وطبيعي. انا كنت متوقعه حاجه زي دي. لا حضرتك ذنبك انت، مفيش اي لوم على حضرتك، ده بختي انا. معلش معلش. يلا 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 في 60 دهي. عايز ايه؟ بالنسبه لموضوع الاعاره، خلاص فقرتوا فيها، خدت رجلي. الله، الف مبروك يا حبيبتي يا سناء، خدتي احسن رجل ذهبيه لاحسن مدرسه. لا مفيش اعاره. شفتي من قبل ما اكلمها. ليه يا سناء؟ ليه اتلغت ليه؟ هو انت على قائمة الممنوعين من السفر؟ لا، على قائمة الممنوعين من الفرح. حظي بختي الاسود اتطلقت وقلت عادي يا بت عيشي في الحياة صون فصون. ايه صون فصون دي؟ اللي هيكلمني في اللحظة دي هديله بالجزمة. بصي، طالما ما بتعمليش حاجة غلط شغلي الجزمة زي ما انت عايزة. لكن واضح خلاص ان انا بقيت عره، بقيت على قائمه المنبوذين. حظي، مش بقول لك بختي قال ايه لغول الاعاره؟ عارفه ليه؟ عشان معيش محرم. بتهرجي يا بنتي، طب ما تروحي تشتري من هناك، ده حتى هناك هيبقى ارخص من هنا بكتير. انت بتكلمي في ايه يا رانيا؟ هو ايه اللي ارخص؟ الله، مش المحرم ده اللي هو شبه الكشميو؟ كشميو ايه يا ماما؟ هي طالعه يعني تعمل اعاره في شاطئ النخيل؟ المحرم ده اللي هو زي اخ او اب او ابن كده يعني. يا سلام، بلد محترمة بصحيح. أنا لو كنت أعرف الحكاية كده كنت وافقت على طول على سفرها. حد عايز مني حاجة؟ أنا داخلة أوضتي، عندي كراسات عايزة أصلحها، مفيش ولا واحد من العيال دي هينجح السنة دي. أيوة، مش هم عايزيني أعدلهم في البلد؟ أنا أعدلهم في البلد بقى، هعطل لهم مسيرة التعليم. رانيا تعالي معايا. يا رب يعدلها لك يا بنتي وتغوري من وشي. وبعدين يا عادل هنعمل ايه مع سناء؟ تقلقيش، مصر ياما بتستحمل، والعيال اتعودوا خلاص يعني. يعني مناهج بتتغير، مواد كتيره بتزيد، العيشه بتغلى، رمزي بيتوغل، عادي بقى نعمل ايه؟ قولك يا عادل، على فكرة احنا بنتكلم عن الخاص مش عن العام، فانت كده خرجت عن السياق. خلاص، مدام خرجتك عن السياق مالكيش خروج بقى الاسبوع ده تاني. خلاص. بص يا بيبي، اساسا سناء كانت متورمة، بعد اللي حصل ده هتنتفخ وتنفجر وتفش فينا كلنا. لا بصي، انا نفسي انها ما تفشش ولا حاجة، وبعدين اكتر واحد في الدنيا نفسه ان سناء تسافر تهاجر يتقبض عليها مثلا انا. بس عامل لها ايه؟ اجيب لها محرم من الدولاب يعني؟ هتلاقي محرم من اي حته. اتصرف يا حبيبي، حرام عليك تخلي سناء تفضل قاعده على قلبنا كده. محرم 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 محرم. انا عندي محرم، بس على الله سناء بقى هي اللي توافق. عايز ايه؟ ايه ده؟ شفتيني ازاي؟ سبحان الله، بتشوفي بقى فاكي؟ يا ابني انا بقى وشي في السبوره كده وابقى فايه شايفه الواد اللي بيكسر مسطره صاحبه. يا عيني على العيال اللي انت بتدرسي لهم دول. عموما يعني انا جاي صراحه يا سناء اساعدك في موضوع الاعاره ده. ايه؟ هتطلع معايا؟ والله انا كان نفسي طبعا يا سناء اطلع معاكي، انت اختي حبيبتي يعني، واكيد نفسي اساعدك وكل حاجه، بس انت عارفه يعني انا مش هينفع. لكن في واحد بقى احسن مني بكتير، ده واحد يتمنى يعني يتمنى الرضا ترضي، ما ترضيش براحتك. انا في موقف ضعف يا عادل، انا في موقف ذل يا عادل، اعاره ومحتاجه محرم، هتنك على ايه؟ يعني برضو يا سناء اعرفي هو مين الاول وبعدين وافقي او رفضي. اي كلب من الكلاب اللي تعرفهم انا موافقه عليه يا عادل، بقولك في موقف ضعف، موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم. تحبي اخلي رمزي يقابلك في الكافيتيريا مثلا ولا حاجه؟ ليه؟ عشان عايز يقابلك يعني. ليه يعني؟ هيجيب العريس معاه؟ لا يا عيني يا عيني، ما وصلتلكيش. لا يعني هو رمزي هو العريس يعني. ايه؟ بصي بصي، انت قلتي اي كلب، ده بقى مش كلب، ده عمهم.
لا، ابن عمهم يا عادل. بصي، اي حركه خيانه انا لسه حافظ الحركات بتاعت الكاتا. ها، ممكن اضربك زي ما كنت بضربك واحنا صغارين. رمزي يا عادل. لعلمك هو غبي، يعني ما بيفهمش، لكن طيب قوي لعلمك يعني. وبعدين ده هيبقى كانه اداه من ادوات الشغل، كانك واخده معاك المسطره، واخده معاك الاستيكه، اعتبريه استيكه. بجد هترجعي من شغلك هتلاقيه طابخ وماسح وكانس وعامل كل حاجه، وبعدين لو كسر حاجه ما تجيبيش غيرها لانه هيكسرها برضو يعني. وكده بقى تبقى ضربت عصفورين بحجر. صراحه يعني، ويبقى خلصنا منه ومنه يعني. ومصلحه كبيره وفايده كبيره لحضرتك. هي فايده كبيره بس، بجد انت برضو اختي يا سناء، عايزه اساعدك. عايز تساعدني؟ وسي رمزي ده بقى عارف ان انا اللي هشتغل وهو اللي هيقعد في البيت؟ يا سناء يا حبيبتي، بقول لك رمزي ده مش عارف اي حاجه، ده بالكتير عارف ان اسمه رمزي يعني. انت ده عجينه معاكي تشكليها زي ما انت عايزه، عارفه لو انتوا في الغربه كده وفهمتيه ان انت في مصر هيصدق عادي. عادي، انا في موقف ضعف، في موقف ذل، اعاره ومحتاجه محرم، انا موافقه. بس مش معقوله هتروح تقول له روح اتجوز اختي كده من باب الطاقه، فين كرامتي فين؟ حبيبتي انا اكتر واحد يقدر يحافظ على كرامتك، وحافظ على كرامتك مع واحد زي رمزي ده، انا هفهمه على كل حاجه، ما تقلقيش انت خالص. ما دام وافقتي رمزي ده سيبوهولي، هخليه يحفى عشان يجي يقرب لك بس ويطلب ايدك. اتفقنا؟ مبروك 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 عليك، سيبك من رمزي، مبروك عليك يا سناء. من ده اللي كاره دنيتك وبيشتهي موتك؟ انا ايه ده دولا؟ انا اسف يا دولا، والله انت مش قلت انك مش راجع؟ دولا انا اسف. انت بتلعب بالشغل ولا ايه؟ انا اسف يا دولا. يا انت خايف مني ولا ايه؟ انا هضربك. معقوله يا رمزي؟ ده انت ابن عمي. يلا معقوله؟ عارف انت لو عندك الموهبه في البتاع اللي انت بتعزف عليها واكيد مش عارف اسمها، ده انا ساعدك. يلا ربنا يخليك يا رب يا دولا يا رب. طب ايه رايك بقى، انت عشان ابن عم وانا بحبك محضر لك مفاجاه غريبه. لا بجد يا دولا. امال ايه؟ ايه يا سيدي اللي نفسك فيه ولانك انت حقير وما تسواش نكله عمرك ما كنت هتقدر توصل له؟ ياه يا دولا، جيت لي على الجرح انت يا دولا. ها ايه؟ نفسي اخد لفه بالعجله النصر بتاعت عم عبده اللبان، بس هو مش موافق. العجله النصر بتاعت عم عبده اللبان؟ ده انت لفيت بيا. يالا يخرب بيتك. لا يا رمزي، لا يعني انا عايزك تعلي مستوى طموحك، خلي طموحك اعلى من كده بكتير. نفسك في ايه يالا؟ لا ما مش معقوله بقى. لا معقول يعني؟ اقول لك ياد، قول ياد. ايوه دولا، بس دي صعبه مستحيل يا عم. دي اخلص. نفسي اخد لفتين بالعجله النصر بتاعت عم عبد اللبان. ضايقني ضايقني اكتر، ضايقني عشان ياد. مش قصدي كده يالا. لا يالا، لا لا يالا عبيط، العجله دي حاجه بسيطه، ده انا ممكن اشتري لك عجله يالا. لا يا دولت، بس عجله عم عبده دي يعني ايه؟ ده مركب لها الجرس بتاعها فيه نغمات وعامل منجد الكرسي وكاسيت بانكولايزر. سيبك من العجله ومن عم عبده اللبان خالص. تعالى يا رمز، تعالى. انا قعدتك بس عشان المفاجاه ما تدوخكش يعني. هتضل لك مفاجاه فظيعه يالا. ربنا يخليك يا دولا. مين يا سيدي اللي بتشوفها عندي في البيت وتبقى عينيك هتطلع عليها ونفسك انك انت تتجوزها وما انتش طايل خالص؟ مريم فارس. مريم فارس بتشوفها عندي في البيت يعني؟ ايوه يا دولا، في التلفزيون بتاعك اللي في البيت يا دولا، ما بتجيش في تلفزيون القهوه خالص. ياد مريم فارس سهل جدا، انت تروح تتقدم لها وتقول لابوها يا عم فارس لو سمحت انا طالب مريم بنتك عادي. لا واحده ما كنتش فكر توصل لها عندي في البيت، من يعني مش امي ومش مراتي ومش بنتي ومش حماتي ومش اخت مراتي، يبقى مين؟ بص بقى دولا ما تلخبطنيش بقى، هي ما فيش الا واحده بس، هي سناء دولا، انا بحبها قوي دولا، واتقدمت لها قبل كده 15 مره يا عم، وانت رفضتني يا دولا، يعني انت رفضتني وسناء رفضتني والحاج رفض، ده حتى بنتك ياسمين رفضتني يا عم. ايوه رمزي، يعني ما انت صراحه يعني ما فاكش حاجه، ما تترفضش، كل اللي فيك بيترفض. بس بص بقى يا رمزي، اسمع نصيحتي، انت لازم تغير نفسك يا رمزي. ايه ابقى فتحي؟ اهي غباوتك دي يا فتحي اول حاجه لازم تغيرها. تاني حاجه بقى يا رمزي، ها لازم يبقى عندك حاجه بتشد البنات ليك. ايوه دي انا عرفتها دولا، دي انا عرفتها، مغمطيس. ما تفكرش خالص يا رمزي، ما تفكرش، سيبنا انا اتكلم وانت اتعلم مني ونفذ على طول. حاجه تشد البنات ليك يعني لازم يبقى لك موقف بطولي.
بطولك انت دولا؟ يعني ما ينفعش مثلا يبقى بطولة انا؟ انت فكرت ليه؟ انا اسف يا دولا. مش انا قلت لك ما تفكرش؟ انا اسف. قلت لك ما تفكرش ولا لا؟ قلت يا دولا. لا موقف بطولي يعني تبقى بطل يلا، يعني يبقى لك بطولات، يعني مثلا تنتصر على حد، تغلب حد، تهزم حد، تسبق حد، كده تبقى بطل. ايوه ايوه يا دولا انا عارف دي، انا دولا عارف. دولا انت سمعت ان النهارده في سلعوه ظهرت عندنا في الشارع اللي هو في البازار ده؟ سمعت؟ اه سمعت الحكايه دي. اسكت يا دولا بقى، السلعوه دي قعدت تجري ورا العيال كلها والعيال مرعوبين منها وهي تجري وراهم وهم يجروا. حلو، انت بقى عملت ايه؟ سبقت العيال كلها يا دولا. بطولة قد كده؟ مش بطولة، ده البطولة كده للسلعوة هي اللي جريت وراكو. لكن لو انت بقى اللي جريت ورا السلعوة ورحت ضربها وموتتها وخلصت الشارع كله من شرها، ساعتها تبقى انت بطل يلا. ماشي يا دولا، يعني انا افهم من كده هنا دولا ان انا لو رحت موتت السلعوة دلوقتي اهو سناء هترضى تتجوزني؟ طبعا يا ابني هتبقى بطل، يبقى فيك حاجة عوضت هبلك يا ابني. بس في ايدي بقى دي يا دولا، انا خارج دلوقتي ومش راجع الا لما موت السلعوة دي، يا انا يا هي. يا رب هي، يا رب نخلص منها. الو يا سناء. ايوه جزمه ايه؟ رمزي. لا رمزي طبعا ما هيجيلك يا ماما، انت يعني قلقانه من ايه؟ ما تقلقيش، هي بس المشكله ان انا ايه مش عايزه يتجوزك بسهوله، يعني عايز يبقى له مثلا موقف او اي حاجه نقول ان احنا قبلناها عشانها، يعني عشان كده عامل له اختبار، اول ما ينجح فيه هجيبه واجيلك على طول. طب يا سناء اظهر نتيجة الاختبار. ظهرت. سلام سلام. ايوه يا بطل، الله اكبر. لو سألتك انت مصري تقول لي ايه؟ ايه عملت ايه؟ موتت السلعوة يا بطل؟ لا يا دولا. امال ايه الدم ده يا ابني؟ دولا انت شايف الحيطة اللي قدام باب البازار اللي هناك دي؟ اه شايف. انا ما شفتهاش. يا جماعه يلا بقى خلصونا بسرعه، عايزين نخلص بقى. كان ايه يا عادل انت بتستعجلنا ليه؟ حرام عليك، دي مناسبه ما بتتكررش غير كل قرن مره، خلينا نفرح يا اخي. اه يا بنتي بايامك السودا يا حبيبتي، بقى انا بنتي تترمي الرميه دي؟ يا عيني على ايامك اللي جايه يا بنتي. يا ماما يا ماما كفايه بقى يا ماما، حرام عليكي ما تكرهنيش فيه زياده ما انا كارهه كده. احنا مش كنا نسال عليه الاول يا ابني؟ يا ماما نسال عليه ليه؟ نجيب لنفسنا الشتيمه ليه؟ ما احنا عارفين الاجابه اللي هتجيلنا، وبعدين ده جواز مصلحه يا ماما، عايزين نخلص من اي واحده في البيت ونفضي البيت شويه. هتزفولي دلوقتي ولا كمان ربعايه؟ ايه اللي انت لابساه ده يا سناء؟ ايه اعلى من مستوى العريس؟ لا يا حبيبتي، انما لبس اللي حضرتك لابساه ده لبس شهر العسل. شهر العسل ايه؟ هي ربع ساعه وبعد كده بالجزمه. يا ماما يا ماما كفايه دموع الفرح اللي عندك دي بقى يا ماما. ده دموع القهر يا اخويا. ايه ده غريبه، سبحان الله شبه دموع الفرح بالظبط، نفس الميه. الو؟ لا سناء مش فاضيه. لا اصلها بتتجوز الحمد لله. لا لا ممكن حضرتك تكلمها بعد ربع ساعه بعد ما تخلص جواز. ايه ده المديريه؟ طب لحظه واحده. الو استاذ حلموس، انا اسفه يا فندم اني قلت لحضرتك غور في داهيه، كانت الفرحه واخداني واخداني واخداني، انا اسفه. ايه هي ما كانتش اتلغت ودلوقتي اتلغت؟ طبعا طبيعي. لا 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 حضرتك مالكش اي ذنب. بقول لحضرتك ايه، غور في 60 داهيه، يبقى المجموع عندك 61 داهيه. ماما الاعلى اتلغت، وحتى لو طلعت مش هطلع قبل سنتين. لا حرام عليكم. طب وبعدين ايه الحل؟ مفيش حل. يعني ايه مفيش رمزي؟ مفيش رمزي، مفيش رمزي. I'm waiting for.
عم دولة. انت ايه اللي جايبه ده؟ ايه اللي جايبه ده؟ جايب لي علبة كبريت يا؟ لا يا دولة، دي هدية الجواز يا عم. يلا بقى يا بنت نقنق بقى، علشان احنا انا جايب لك حتة دين كاميرا 6x7 كده، وانا هنتصور صورتين عند الترابيزة الخشب دي يعني، وصورتين بقى عند النافورة اللي هي قدام جامعة القاهرة. احنا مش اقل من حد يا بنت، احنا انت متجوزة رمزي. رمزي ايه اللي جبت يا نقنق ده؟ بنتي رندا دي بتلعب معاك؟ وانت ناوي تتجوزني بالكاميرا ومهر شويه الصور اللي هتصورها لي دي؟ لا يا انت فكرك راح لبعيد خالص. لا يا حبيبتي بصي، انا كنت جايب لك هديه يعني مكان الشبكه عشان انا مقشفر انت عارفه. خدي ده حجاب كانت امي عاملاه لي عشان ما تحسدش، وفعلا حماني من حاجات كتير قوي قوي على فكره. خدي اهو، خدي بقى علشان ايامنا اللي ماضيه ان شاء الله. ده حجاب ولا درع يا رمزي؟ خد حجابك وزق عجلك يلا. مفيش جواز يا رمزي يلا. لا لا يا قصدها مفيش جواز الا مني. سن ولا اسمع سناء بالراحه على الواد، بالراحه على الواد، عشان ده ممكن يروح يدمر لي التماثيل اللي موجوده في البازار كلها. سيبيني انا اتصرف معاه. قولي له اي حاجه عايز. ايه ايه يا دولة، انتوا اللي عايزين ايه؟ انتوا عايزين تتجوزوني؟ ماشي انا موافق. مش عايزين تتجوزوني؟ انا برضو موافق، بس بسرعه علشان انا حاجز ترابيزه البنج انا والعيال دي دلوقتي اهو. بسرعه قرروا. هيزفني على ترابيزه البنج يا عادل؟ والله ابن حلال كان عايز يبنجك عشان يعني ما تحسيش باي الم، وبعدين بيقول لك عايزين تتجوزوني. احنا الاثنين ايه؟ بصي هتصرف انا مع انا هتصرف معاك. بس يا سناء ده التعامل معاه بيبقى بهدوء. رمزي اطلع بره. يعني مفيش جواز؟ طيب يا دول ما تقول كده. يلا يا جماعه يلا نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم، وهنخرج الليله. مبروك يا سناء. دهب؟ دهب ايه يا انعام يا اختي؟ هو في حد دلوقتي بيبيع دهب؟ يا ربي خليك ليا يا منعم، مسيغني لك عاني. بصي ياي، بس دول ذوقهم بلديون خالص يا ام ميرب. البلدي يوكل يا حبيبتي، اللي ما خرج من ذمه عادل ابني يجيب لي قشره حتى يعيش ويجيب لك يا ام ميرب. تعيشي لي يا حبيبتي. بصي بقى ديت استلقطها لقطه كده لقطه. استطلقها لك يعني ايه؟ يعني سرق يا ام ميرب؟ يا لهوي يا مجيده يا اختي، ليه هو منعم حرامي؟ لا 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 لا، ده هو يا اختي كان بيعمل شغله لواحد عنده ورشه ذهب، ما خدش منه مصنعيه فجبتي. ام ميرفت اشربي يا اختي القهوه بتاعتك لتبرد. يا ربي خليكي ليا. هو في بعد قهوتك يا حبيبتي؟ لا وبصي بقى نسيتك، الحلق ده بقى جابوه لما كنت معاه في جمصه. انا عايزه اعرف بقى الوليه دي جايه تغيظنا وتذلنا ولا ايه؟ الوليه يا انعام في ايه يا مجيده؟ يعني كده اللي انتم مزوقين الحيطان ولا تعاليق كده ولا بلالين ولا تورته ولا جاتو؟ مش النهارده عيد الام؟ ده النهارده 21 مارس. النهارده 21. كل سنه وانت طيبه. كل سنه وانت طيبه يا انعام. كل سلامة يا كل حبيبتي. سنه وانت طيبه يا ام ميرفت. طيبه يا مجيده يا حبيبتي، وانت طيبه يا انعام يا حبيبتي. اسكتوا، ده لسه منعم دلوقتي بعتها لي، اللي اسمه ده بسموه انتوا ايه؟ مسج ده ولا ايه؟ رساله كده على الموبايل بتاع المرعش يا اختي. يرعش كده ما اقولكيش، بفطس على روحي من الضحك. ده كان جايب لي بقى الموبايل ده من السنه اللي قبل اللي قبل اللي فات. تعيشي وتدوبي يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا انعام. بقول ايه بقى، معلش حقكم عليا، مش هقدر اقعد اكتر من كده، لان يا اختي سمين عم كلمني وقال لي انه هيبه عيدية عيد الام بتاعتي السنه دي. مع الواد جمعه يا اختي، هدلدل له السبت يحط الهديه، اروح رافعه السبت. يعيش ويجيب لك يا ام ميرفت. يخليكي ليا يا مجيده يا اختي. اسيبكم بعافيه بقى. يلا كل سنه وانتم طيبين. انت طيبه. انت طيبه. شايفه يا اختي الذهب اللي في ايديها؟ شايفه؟ دي لو حبت تعمل دكان من بكره هتلاقي البضاعة عندها. بس يا انعام ارجوكي بقى ما تقوليش الكلام ده علشان ما نحسدهاش. هنحسدها على ايه ولا على ايه؟ على الذهب ولا جمصة ولا على الموبايل؟ فعلا فعلا، بس انا عايزه اقولك حاجة، احنا عيوننا طيبين مش مدورين. الحمد لله ان احنا ما حسدناش العقد اللي حوالين رقبتها، كان زمان رقبتها اتقهرت. ماما كل سنه وانت طيبه. انت بالصحه والسلامه يا حبيبتي.
ميرسي ميرسي. وماله؟ ايه يا ماما، هي الطرحه مش عاجباكي ولا ايه؟ شايفه الخروج مقطع بعضه جايبه لي طرحه؟ طب يا ماما البسيها في البيت. خانقه بره وجوه؟ ايه يا ماما مالك بتعفرت عليا كده ليه؟ هي دي حاجات، دي هديه، دي مش على الموضه. موضه؟ ايه اللي جابولك على الموضه يعني؟ اروح اجيب لك باتيناج؟ لا المكياج والحاجات دي الاحمر والاصفر ده بتاع مجيده. يا ماما طب حتى كلمة حلوة يا ماما. الكلمة الحلوة للهدية الحلوة اللي هيجيبها لي ابني عادل، ابن البكري راجل البيت. لما نشوف. هتشوفي عادل لا يمكن ينسى أمه، ده ابني وأنا عارفاه. ترات ترات ترات. كل سنة وانتي طيبة يا مامي. وانتي بألف صحة وسلامة يا حبيبتي. ايه ده؟ ايه ده؟ سماعة؟ سماعة ووكمان؟ أمال فين الووكمان يا بت؟ ممكن انتي بتسمعي بيها الراديو يا مامي. راديو انتي اتجننتي في مخك؟ ماما مو، عارفة يعني ايه مو؟ انتي ايه سماعة؟ سماعة وكمان صيني يا مغفلة. اسمعي عايزة أقول لك حاجة، كلمة ماما دي كلمة مقدسة، ما تتقالش كده بهلهولي. ها؟ لا يا حبيبتي على الأقل ووكمان أو ام بي 3. انتي بتحبسيني كده ليه؟ ده انا حتى بقالي كتير بحوش عشان اجيبها لك. بتحوشي؟ بتحوشي يا جربوعه؟ ده انت طول النهار هاتي فلوس يا ماما، هاتي فلوس يا ماما، تحطي في جيبك تروحي تصرفي. ربنا يخليكي يا رانيا، دي لما بتروح اي ريستورانت عشان تاكل هي وجوزها بتشيل اكل على جنب، بتقول عشان امي اللي جعانه في البيت اللي ما بتاكلش. قليله الادب. انا صيني. امشي غوري من قدامك، امشي. الحمد لله الحمد لله، انا مبسوط جدا ان ربنا وفقنا ونقينا حاجه كويسه. الحمد لله. بس انت ايه ذوقك يجنن يا عادل؟ دول هيتفاجئوا لما يشوفوها. شفت انت قلتي بنفسك مفاجاه، يعني لازم تبقى مفاجاه ونستنى ما حدش يقول لهم اي حاجه. اوعى تقولي لهم. لا خالص خالص، بس انت اكدت على راجل يلفها لفه حلوه كده وشيك. عيب يا رانيا، عيب يا حبيبتي، انا الفينشنج عندي اهم حاجه. المهم دلوقتي نخش بقى نغير هدومنا على ما الراجل يجيبها. اوكي يلا يلا. سماعة ووكمان؟ هو انا عندي ووكمان عشان تجيب لي سماعة؟ ايه ده؟ يا ما جاب الغراب لامه. قال دي هدية. قال بقولك ايه؟ تبدلي؟ انا اعتقد بقى ان الهدية بتاعت رانيا وعادل هتعوض الهدية الزبالة اللي جت لنا دي. انت هتجيبي عادل ورانيا لسناء وبنتك العرة نجلاء؟ طبعا يا حبيبتي، ايش جاب لي جاب يا ماما. بقولك ايه؟ تفتكري رانيا هتجيب لك ايه؟ بصي انا كنت لمحت لها على بلوزه شفتها ماركتها كريستيان جور عند محل كوستانتينو اللي جنب جروبي. ده اللي بيبيع حلويات غربيه جنب الملابس. مش عارفه، يمكن يكونوا ولاد عم. طب انت بقى تفتكري عادل هيجيب لك ايه؟ عادل هو في زي عادل؟ زمان قال لي انه هيجيب لي حلق على شكل ورده. البلديش دي ورده؟ هتعلقي شبشب ورده في ودناتك؟ الشبشب ده هينزل على ظهر سناء اللي جايبه لي طرحه ب2 جنيه ونص من الراجل اللي قاعد قصاد المدرسه. ب4 جنيه ونص يا ماما من الراجل اللي قاعد قدام الجامع مش قدام المدرسه. يا خايبه ضحك عليكي. مساء الخير. مساء النور. منزل الاستاذ عادل؟ ايوه خش. دي الهديه بتاعتي اجمل. بيقول لك عادل تبقى هديتي انا. تعالى تعالى خش هنا، خد نفسك. هي اعمل لك شاي؟ شايفه الهديه ام 4 ونص؟ العلبة الوحدها تيجي ب6 جنيه يا ماما. ده بدل كلمة شكرا. كويس انت جيت بسرعة، برافو عليك. الله يخليك. شاكرين. هات يا ماما. طب والتانية ايه؟ بتتلف وجاية حالا. اكيد الهدية بتاعتي. تعالي نقعد ونعمل نفسنا مش واخدين بالنا. يلا. شاكرين قوي يا سيدي، والله واللفة 100 100. خد يا سيدي. لفة 100 100 ومتشكرين يا سيدي. و2 جنيه يا دي انت طماع ليه؟ ما انت لسه هتجيب الثانيه ياض. وبعد ما اجيب الثانيه يعني هديك 2 جنيه زيهم. يلا. 2 جنيه زيهم؟ انت ايه مش عاجبك ولا ايه؟ لقيت الباب في وشي ولا ايه؟ الناس دي اساسا. الحكايه دي بقى ما حدش عايز يعرف فيها ايه ولا ايه؟ لا احنا ما بنفكرش في الحاجات دي. ما تفكروش في الحاجات دي؟ طيب عموما اللي هيعرف هي فيها ايه ليه مكافاه. على فكره يا مامي دي حاجه جامده جدا جدا وهتعجبك موت. واللي فيكوا بقى هتعرف ايه اللي جوه ليها مكافاه.
على العموم بقى يا عادل، احنا مش محتاجين لا جوائز ولا عروض ولا مفاجآت، احنا كأمهات بنأدي رسالة محددة. الله على الرسالة، جواباتك وصلت يا حماتي. عموما احنا جوه، سلام عليكم. عادل ابني ده عليه حركات، تلاقيه داخل جوه عشان يكتب لي كلمتين حلوين. إلى أعز الحبايب، يا أمي يا مدرسة، فن وطبخ وهندسة. مش أرداحي؟ أرداحي إيه يا ماما؟ هو أنت هتاكليها؟ أنا بقى مطمنة جدا على الهدية بتاعتي اللي زمانها جاية زي ما الأوفيس مان قال. إحنا كأمهات مرضيين. سناء قومي سيئ البيت. سناء قومي شدي البت اللي اسمها نجلة من شعرها علشان تعمل الحمام. قال إيه؟ جايبالي سماعة ووكمان. بقى أنا بقى تجيب لي سماعة ووكمان وأنا ما عنديش ووكمان؟ لا 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 لا، بالراحة 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 بالراحة، لأن الريش دي بتبقى حساسة جدا، لازم تتعاملي معاها برقة، خلي بالك. أخيرا يا ربي، أخيرا جبنا مروحة. أنا مبسوطة قوي يا عادل. يا حبيبتي شوفي، أنا وعدتك بيها من إمتى؟ من أيام ما كنا لسه مخطوبين. بقولك إيه؟ طب هنعمل إيه بالمروحة اللي جوه دي؟ لا مش إشكال، ممكن نرميها أو نديها لمامتك مثلا، أو إيه رأيك أحطها في البازار؟ الواد رمزي أشغلها له في الشتاء مثلا، يمكن يجي له أي برد ولا أي حاجة. هي أساسا كانت بتجيب تراب، ما بتجيبش هوا يعني. طب أنت استقريت هنعلقها فين؟ إيه ده، وإحنا نعلقها على طول كده؟ لا أنا عايز بقى أقعد أجمع الريش دي في المروحة وبعدين أحطها جنبي كده وأقعد أتفرج عليها. ده أنا ما صدقت إن إحنا جبنا المروحة دي. طبعا هو مدفوع فيها شيء وشويات. بصي وريموت كمان اهو. الريموت ده بقى ايه؟ مش محتاجه ان انت كل شويه تقومي بقى تفتحي المروحه، لا وانت قاعده كده اهو ممكن تقعدي بقى تعليها توطيها تزوديها تقلليها. مظبوط فعلا، لانه عايزه اقول لك على حاجه، الهواء الجانبي بيعمل دايما تصدع في اسفل الاذنين وتصدع جانبي، فالافضل ان احنا نحطها في السقف. صح. عارفه كان قدامي كمان منبه فوسفوري شكله مرعب، فظيع فظيع، بس ده المره الجايه مش اشكال. يلا فين الريموت؟ استني كده ما اجربها تشتغل ولا لا. هما مالهم طولوا كده ليه؟ أنا ابتديت أقلق. تحت الترابيزة يا حبيبتي، تحت الترابيزة. حاضر يا ماما حاضر، أنا غلطان إن أنا جبتلك هدية. يمكن يكونوا مستنيين الهدايا بتاعتنا كلها تيجي مع بعض عشان ما يحصلش غيرة. أنا أغير منك أنتي؟ طبعا. أيوة أيوة أيوة، هات يا سيد. برافو عليك والله، جيتوا في مواعيدكم. اتفضل يا سيدي مجهز لك اهو. لا يا باشا الله يخليك. إيه؟ في المحل قالوا لي ما تاخدش اقل من 10 جنيه. ثواني بقى نعمل معاك واجب. دول 5 جنيه 75 خليهم معاك، معايا صعب اصلها. الله يخليك. على اساس ان انسان قال طالع جاب لهم الحاجه 2 جنيه. 2 جنيه ايه اللي بيجيبوهم؟ ايه الناس دي؟ ها خمنتوا بقى الاولانيه كان فيها ايه؟ ما تتكلم بقى يا عادل، عايزين ننام. نتكلم. مفاجأة أصلا، مفاجأة فظيعة. جبنا مروحة سقف لأوضتنا. وده شفاط عشان مطبخنا. الله يبارك فيك. يلا يا رنا. أبناء ولكن، وقال إيه يا ماما؟ مش عاجباك الهدية اللي بقالي أسبوع بفاصل لك فيها؟ واتنين ونص، أربعة ونص، ستة ونص. بس يا أم ستة ونص أنتِ. مجيدة. لازم نعرفهم يعني ايه ام، مين اللي شايل البيت؟ انا وانت يا انعام، طول عمرنا ايدناتنا في ايدنات بعض. ولا بعمل ايه في البيت انا؟ حس احتياطي؟ ده انا لو بخدم في بنسيون كان زمانهم كافئوني وعملوا لي حفله سمر. بصي بقى بقول لك ايه؟ انعام احنا لازم نواجههم. ايوه لازم يعرفوا مقامنا وانهم من غيرنا ما يسووش حاجه، بس مش هنقول كده بصريح العباره، لا بالتعامل معاهم يعني. ها؟ طب لو سمحتوا، البت اللي مفحوطة في الحمام دي عمالة تمسح تمسح، هتموت جوه. ممكن تتفضلوا عليا بطلب عفو ليها؟ معاكي حق، حرام. نجلة نجلة. لا لا ما اقدرش، كل ما بشوفها بتنرفز وبفتكر السماعة بتاعت الوكمان اللي جابتها لي وانا ما عنديش وكمان. امشي غوري امشي يا غوري يا بنت، كملي 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 تنظيف الحمام يا كلبة. صباح الخير يا حماتي. صباح الخير يا ماما. بونجور. وماله ما يضرش؟ وايه اللي يضر في صباح الخير يا ماما؟ انا عمري ضريتك في صباح الخير قبل كده يعني. يا باي ماجي، من فضلك اديني العجله. حاضر يا نومي.
ميرسي. يا سلام على روح التعاون اللي بينكم، ما دام انتوا متعاونين قوي كده هو مع بعضيكم يعني، يا ريت بقى اعملوا لي سندوتش. يا سلام، انت مش عندك مرات تعملك اللي انت عاوز؟ هي امك هتعيش لك طول العمر ولا ايه؟ قولي له يا حبيبتي قولي له، هو انا جوزتك يا حبيبي عشان اخدمك انت ومراتك المحروسه؟ غلطتك غلطتك يا حبيبتي، علشان انت اللي جوزتيها النومه، طول النهار قاعده في الاوضه ما بتعملش حاجه واحنا اللي بنخدمها. لا لا لا، ايه ايه القلبه اللي انتوا قلبتوها على بعض دي؟ ايه دي بنتك برضو يا حماتي يعني، هو انتوا يعني عشان قاعدين جنب بعض وبتحبوا بعض يعني معنى كده حسيتوا ان انتوا اخوات ولا ايه؟ لا احنا اكتر من اخوات، احنا امهات. عموما مش اشكال، انا هجيب لنا الاكل لنفسي. يا رانيا رانيا بونجور. ما تحاوليش ما تحاوليش عشان ما تحرقيش نفسي. في ايه؟ خش في الموضوع على طول. مامي على فكره انا حاسه كده ان انا من ساعه ما صحيت وجسمي مكسر، ما عندكيش اسبرينا بليز يا مامي؟ بيان سور عندي يا حبيبتي، بس على ثاني انا ونومي. متعودين يضربوا شريط الصبح مع كوبايه الشاي. ماجي ايه رايك نتفرج على صباح الخير يا مصر تعالي؟ يلا يا نومي. وانتوا هتصحوا مصر ليه من بدري قوي كده؟ كانت سهرانه طول الليل امبارح مع لبنان. عدل على فكره بقى انا اشتم رائحه غدر اموي. غدر اموي ايه؟ انا اسمع عن العهد الاموي لكن الغدر الاموي ده ما اسمعش عنه. يا ترى مين اللي جاي دلوقتي؟ ايوه المكوه. شكرين قوي، الحساب على الحساب بقى. ها لا يهمك كويس، جه في وقته. ايه ده، انا هدومي فين؟ رانيا انت ما بعتيش هدومي للمكوه ولا ايه؟ يا حبيب قلبي اصل طنط انعام هي المسؤوله عن الغسيل والمكوى، هي ما بتحبش اي حد يتدخل في الحاجات دي. ماما القميص الابيض اللي قلت لك عايزه ضروري بعتيه للمكوى ولا لا؟ ابيض؟ قلبك انت اللي ابيض يا عادل. قلبي انا اللي ابيض؟ هي الجمله شكلها حلو من بره بس مش مطمن لها. اوه اوه نومي نومي، انا انت عارفه انا عندي ضغط عالي وضغطي بيعلى لما بشوف ناس معينه انت عارفاهم. بقول لك ايه، تيجي نروح ننام الترني بتاعي انا وانتي في الجاردان اللي جنبنا؟ قوي يا حبيبتي اتفضلي. يلا يا نومي. يلا ترني ايه يا مامي؟ احنا النهارده مرتبين نفسنا عشان نعمل تشكيله المحاشي، وانا ما بعرفش اتقن الخلطه زي حضرتك ولا لفه الصوابع زي انتي انعام. يا حبيبتي اللي ما يعرفش يعرف. يلا يا ميجي. يلا يا نومي. يلا حبيبتي. ايه امي امك اللي قلبوا مره واحده اسماعيل ياسين وشكوك دول؟ انا كده اتحطيت وجها الى وجه مع حلة المحشي. لا لا لا، انني اشتم رائحه غريبه ويجب ان اعرف لماذا. رانيا بقول لك اعلي المروحه على اربعه عشان القميص يتفرد. لا طب ما تدهوني اكولك احسن. تكوي وانا اديكي حاجه تانية تكويها؟ اتفضلي يا هانم اللي انت مخبيها لي تحت السرير. ادي هي، مش دي اخر مكوى حضرتك قمت بكويها؟ بغض النظر عن التيشيرت انا عايزه اكلمك في موضوع مهم جدا بصراحه كده، انا بدا يخالفني الشك. يخالفك الشك؟ ليه يعني؟ عملت ايه حضرتك؟ انا مشاويري كلها معروفه، وبعدين انا اصلا معيش فلوس عشان اخونك يعني، اخر فلوس دفعناها في المروحه وفي الشفاط. انا مش بكلم عنك، انا بكلم عن امهاتنا كامهات. مش عارف، قلقان قوي قلقان، ابتدى يعني فعلا تصرفاتهم معانا تبقى غريبه قوي. يا عادل الام مدرسه. طبعا الام مدرسه فعلا، واحنا الفصول بقى بتاعت المدرسه. سيبك من الكلام ده، اكيد يا رانيا في حاجه انت مثلا عملتيها ضايقتيهم، مثلا نقلت كلام من مامتي لمامتك من مامتك لمامتي، او مثلا قلت حاجه على لساني انا قلتها فعلا ما كنتش قاصد، او كنت قاصد لحظه صدق. لا طبعا، لان انا زوجه كتومه فعلا وده متعارف عني. الفكره كلها ان احنا لو ما حلناش الموقف ممكن يتصعد معاهم، وبصراحه بقى انا ما بقتش قادره اشيل شغل البيت لوحدي، دول شالوا ايدهم نهائيا من كل حاجه. انا صراحه يعني مستغرب جدا من موقفهم العجيب ده، يعني حركه نداله ما كنتش اتوقعها. بقول لك ايه، علي على خمسه. على فكره يا عادل بقى احنا لازم نواجه الموقف. ايوه ما احنا عايزين نواجه الموقف، بس هم مش عايزين يقولوا في ايه. هو اكيد كبريائهم كامهات منعهم. طب واحنا هنعمل لهم ايه بقى على كبريائهم ده؟ عموما كل واحد فينا يشوف امه زعلت من ايه. انت تروح اسال امك وانا هروح اسال امي. علي على سته، علي على سته، علي على سته. نعم، عايز ايه؟
اطفي النور واطلع بره، عايزه انام. يا ماما في ايه بس يا ماما؟ ريحيني. ريح اللي حواليك ترتاح. طب فهميني في ايه؟ اللي ما يشوفش من الغربال يبقى اعمى. ما هو دي معروفه يعني. ماشي فهميني. نهيتك ما انتهيتك والطبع فيك غالب وديل الكلب. هي وصلت الكلب؟ طيب خليك مع الكذاب لحد باب الدار. قالوا الكذاب احلف، قال جالك الفرج. قالوا لل و ما انا مش هعرف اجريك يا ماما. الباب اللي يجيلك منه الريح سد واستريح. طب سد الباب وانت خارج. مش سد. مامتي يا مامتي يا مامتي، ارجوك يا مامتي انا انزف الما. يا اختي ما تنزفي يا حبيبتي، وانا في ايدي ايه اعمله لك؟ انا عايزه حبا وحنان من بتاع المامهات. انتي عايزه حب وحنان؟ عيوني هلف لك شويه وابعتهم لك اوضتك. ايه يا مامتي ده؟ ايه ده؟ على فكره بقى انا ملاحظه ان كتر قعدتك مع انتي انعام خلتك تتلفظي بمصطلحات مش بتاعتك، لا تليق بيكي. Don't dare saying this على انعام، don't dare. فاهمه؟ نعومتي يا حبيبتي يا نعومتي، هو في زي النعومه دي قمر؟ طب انا اديها لك بقى. نعومتي نومي. نومي؟ انا امي ضربت يا ولاد. بقول لك ايه يا رانيا، مفيش شويه لب بطيخ فاضلين؟ مفيش حاجه، الكميه كلها خلصت يا عادل. قلت لك نجيب لب شمام او بيبقى اكتر برضو، يعني انا مش فاهم هم بيعملوا فينا ليه كده يعني، واحنا يعني عملنا لهم ايه عشان يعملوا فينا كده؟ دول امهاتنا، ده من قرهم علينا وقعوا لنا حتى المروحه اللي جبناها. يا عم دول اطلقوا بيان اعلنوا فيه رسميا مسؤوليتهم الكامله عن اسقاط المروحه. في حد في الصاله؟ لا. خشي خشي. كل سنه وانت طيبه يا ماما، دي هديه عيد الام. معلش تأخرت شوية عقبال ما حوشت ثمنها. حبيبتي ياسمين. لقيت السندوتش ده كانوا ناسينه في التلاجة. هو هكون سرقته يا عادل؟ لا، كله إلا الحرام، أنا خطفته. عادل، أنا عرفت مامتي وأمك زعلانين مننا ليه؟ ماما كل سنة وانت طيبة يا ماما. مامتي كل سنة وانت طيبة يا مامتي. ماما ما تزعلوش مننا يعني عشان ما جبنا لكوش هدية في عيد الأم. احنا ما كناش مستنيين منكو هدايا. احنا كنا عايزينكو تفتكرونا وتهتموا بينا في يوم زي ده أكتر من كده. زي ما أنا اهتميت. معلش يا مامتي ما تزعليش مني، والله العظيم ما أقصد أنسى خالص، ده هي بس مشكلات ومشاغل الحياة. سامحينا يا مامي، أنتوا أكيد هتسامحونا طبعا. جاية بعد الهنا بسنة تقولي تسامحونا؟ ماما مالكيش دعوة بسناء خالص يا ماما، يا ريت تشغلي قلب الأم اللي راكن بقاله أسبوع ده. بصي جبتلك إيه؟ الحلقة أهو. الله. خلاص يا حبيبي، تحب تتغدى ايه النهارده؟ ايه ده يا ماما؟ ايه ده؟ ده بلدي بلدي، ده صفيح ده ولا ايه؟ بلدي يا ام هديه ب2 جنيه ونص. 4.5 والله العظيم يا ماما، من الراجل اللي جنب الجامع بعد فصال مرير. خد المقشه وروحي نظفي البيت. يلا يلا. مامتي اتفضلي يا مامتي. يا حبيبتي البلوزه الكريستيان ديور ومن عند كوستانتينوس. يا مامي كل سنه وانتي طيبه. يا قلبي يا روح قلبي. سناء خدي البت نجله وغوره، كملوا تنظيف الحمام برموش عينيكوا ماسحه. امشي غوري يا ماما. يلا يلا. ادب. ايه رايك يا ماما؟ حلو قوي يا حبيبي. شوفي هتقلعي امتى عشان ارجعه بقى. اخيرا يا ربي وقت المصيفات جه، ده انا بستنى الاسبوع ده من السنين للسنين. عشان تعدوا بس الجمال اللي عليكم، لولا شقه اختي اللي في اسكندريه كان زمانكم صيفتوا السنه دي في الحمام. ايه جريتون في يا طنط؟ حياتك عامله خير فينا يا طنط انعام؟ بتقلبيه شر وتزلي فينا ليه؟ ايه الشرف ان احنا نزل فيكم؟ ده الخير كله ان احنا نزل فيكم. ايه رايك بقى في الكاش مايو ده؟ يكنن يكنن يكنن، ده اللي انتوا فالحين فيه. كاش مايو؟ مفيش كاش ماني. ماما ماما لقيت الكرتون الجاروح بتوعي. رانيا
ما تنسيش يا حبيبتي تاخدي الجردل والجاروف والمقشه عشان انا مش ناويه احط ايدي في اي حاجه في المصيف. سناء يا حبيبتي، المصيف ده يعتبر الاجازه السنويه ليا من اعمال المنزل. اعمال المنزل لما تكوني قاعده في بيتك في ملكك. ادي ضوء الجربوعات اللي بيتكلموا دول. لا انتوا بتقولوا اي كومبلانش في الحياه يا حبيبتي، اما لو كنتوا شفتوا القصر بتاع بابا وماما اللي كنا بنصيف فيه كان جوه البحر. كان فعل ماضي، اما تسيبه في حاله تيتي. والماضي احنا مالنا وماله. انتوا بلديون جربوعات. بس بقى على فكرة أنا معايا مفتاح شاليه واحدة صاحبتي في الساحل الشمالي، بس مش عارفة هو مكانه فين. وإن شاء الله إحنا حننام في المفتاح ولا حننام في الشاليه يا ماما. أنا نازل بقى يا جماعة. رانيا ما تنسيش تبقي تحطي لي النضارة بتاعت المية دي عشان أنت عارفة يعني الواحد بيحب يتفرج على الأحياء البحرية تحت المية. هتتفرج على الأحياء الشعبية إن شاء الله. وأنت فاكر نفسك هتصيف في الكاريبي؟ أنا على طول بحب أتفرج على الأحياء البحرية ما بغطس يعني. فاكرة آخر مرة صيفنا فيها؟ أيوة حبيبي، كنت في الإعدادية. بصرف النظر مش لما غطست طلعت لكم معايا حلة محشي؟ على كده يوميها حضرتك ما طبختيش يا طن. اسمعوا انا عايزه اقول لكم حاجه، عشان الهوانم اللي زيي انا مش ممكن ابدا انها تطبخ. انا هقعد اخد بنسولاي في الشمس تحت الشمسيات. بصي، بعيدا عن الشمسيات والحاجات اللي انت بتقوليها دي، انا عايز اكون واضح معاكم من الاول. انا طالع الرحله دي معايا 500 جنيه. ال 500 جنيه دول هم اللي هيكفونا الاسبوع كله ويفضل منهم عشان مواصلات واحنا راجعين. ايه ده يا عادل، دي مش رحلة مصيف، دي رحلة تقشف. والله أنا قلت لكم الأول عشان تعملوا حسابكم. يلا سلام عليكم. إيه؟ 500 جنيه؟ أنا يا رمزي. يا رمزي مالك يالا؟ الحقنة دول، أنا خلاص بموت يا دولا، كل حتة في جسمي بتوجعني. إيه اللي حصل؟ أجيب لك دكتور. إيه اللي بيوجعك بالظبط؟ هنا يا دولا بيوجعني. ده القلب يالا. ودي يا دولا. ده إيه اللي زايدة؟ وهنا يا دولا بيوجع. ده المخ. لا ده مش إشكال، ممكن تكون. يا دولا أنا بموت. يعني الحتة دي بتوجعك؟ لا. دي مش بتوجعك؟ لا. ولا دي؟ لا يا دولا. طب دي؟ لا خالص. مرين صباعك اهو دول. ده صباعك هو اللي بيوجعك يا هبل. يا دولا صح، وانا ده بتاع الصبح ده اللي باب البازار زنق عليه. باب البازار؟ وانا اقول الباب مزرق ليه؟ لا يا دولا بقى، لا خضتني يا اخي. وانا اتخضيت، ده انا قلت انا مت. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه وبركاته. ازيك يا معلم تيتي؟ قلب عليك الدنيا يا عم عشان اديك فلوسك. معقوله كنت فين؟ اصل صحيت براحتي، محدش صحاني، هما لون. دي اخر ليا في الروقان. يا سلام يا معلم تيتي عليك وعلى روقانك ولياليك. خلاص بح، مفيش روقان بعد كده. الجماعه جايين من المصيف النهارده. جايين من المصيف؟ اصل انا بعتبر المصيف ده فتره النقاهه للراجل مننا. صفر الحريم وعيش لوحدك في الهدوء والروقان، ولا غلط؟ يا ابن اللذينه دي فكره هايله قوي. يعني بتقعد تعمل ايه يعني؟ وانت لوحدك بتعيش براحتك، لدماغك، لذات نفسك، واللي ما بتعرفش تعمله وحد موجود بتعرف تعمله ومحدش موجود، ولا غلط؟ الله الله على حكمة اليوم. لا دي طبق اليوم. إذ ربما بقى سافرت معاهم، خد عندك مرمطة، شيل وحط وخد وهات ودق الشماسي وانفخ العوامة. إلا انفخ العوامة دي، يعني بجد أكتر حاجة بتبقى صعبة جدا في المصيف. مرة جابولي اللي هي فردة الكاوتش بتاعت العربيات الكبيرة، عربيات النقل دي، قعدت انفخ فيها يا معلم لغاية ما اتنفخت. طب هاوي بقى وطلع الفلوس. اتفضل يا سيدي، ادي الفلوس بتاعتك اهي. أي خدمة معلم تيتي. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه وبركاته. يا سلام، اللي ما تعرفش تعمله حد موجود تعرف تعمله ومحدش موجود. دولا ما يعني دولا ما قلتليش اعمل ايه في صباعي اللي طلع هو اللي بيوجعني ده. اللي انت ما كنتش عارف ان هو اللي بيوجعك. دولا بص يالا، عارف عادل ادهم؟ الله يرحمه، بحبه قوي. فاكر يالا لما كان بيقول لك ايه؟ انا صباعي لو وجعني اقطعه مع الجوش. يا دولا فاكر. مش انت بتحبه قوي؟ قوي يا دولا. مش تعمل زيه ولا ايه؟
السلام عليكم. وعليكم السلام. الست تذاكر هم بتوع الديزل، انا مش هقدر اطلع معاكم، جايب لكم سته بس. لو ما معكش يا حبيبي حق التذكره انا في حال. لا يا ماما ربنا يخليكي، بس انا عندي شغل مهم جدا. يا سلام، عندك شغل مهم جدا يا عادل؟ ما انت طول السنه بتشتغل، ما حبكتش يعني واحنا مسافرين. رانيا حبيبتي دي صفقه العمر. خلاص يا عادل، ما دام التسقيف بتاعك ده مش هيأثر على المصيفات بتاعتنا يبقى ربنا يفوقك. ربنا يفوقك ايه على اساس ان مستور؟ ربنا يوفقك، ربنا يخليكي يا حمادي. طب وال500 جنيه زي ما هم؟ زي ما هم يا حياتي. ونقعد 10 ايام مش اسبوع. يا سلام، دي بقى كل امنياتي. ويوم الحد تجنى يوم اجازتك. طبعا يا ماماتي. وينفع البس نظاره البحر بتاعتك؟ طبعا يا اعز بناتي. ابي عادل، وانا كمان عاوزه. بس بقى كفايه طلباتي. يلا يا جماعه، يلا يا جماعه، الميكروباص مستنيكي يوديكوا المحطه. توحشيني يا راني. بابا انا لابسه المايو تحت الهدوم عشان اول ما اروح انزل البحر على طول. برافو عليكي، برافو ياسمينة. يلا باي باي. 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 باي مين الغتيت اللي جاي دلوقتي ده؟ ايوه 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 دولا حبيبي. ايه الجبل؟ ايه دولا بقى يا عم؟ يا اخيرا بقينا لوحدينا يا دولا. بقينا لوحدينا على اساس ان انت معايا ولا ايه؟ ما طلعش على الشغل ده يا رمزي. ايه دولا بقى، ما هو هنا شغل بردك يا عم، انت مش قاعد لوحدك يعني؟ عايز اللي يطبخ لك واللي يكنس لك وكده يا دولا. الاول عايز حد يكنس لي ولا يمسح لي ولا اي حاجه؟ يلا ياض اطلع على البازار ياض. ايه اللي جابك يا؟ لا انت خاطر، اسيبك معايا هنا والحركات دي؟ لا. ليه دولا بس؟ ايه اللي هيحصل يا عم؟ يعني انا معقوله هفتن عليك مثلا ولا حاجه؟ اه طبعا انت طول عمرك بتفتن عليا. فاكر اي حاجه بتحصل في البازار مش كنت بتروح تقولها رانيا على طول؟ ايوه دولا، ما هي رانيا اللي كانت بتسالني. لا مش مضمون، انت ندل اصلا، انت النداله جواك يا ابني، جوه دمك. فاكر البت اللي قعدت تتحايل عليها سنه بحالها عشان تخرج معاك؟ يوم ما خرجت معاك رحت قلت لابوها؟ ايوه دولا، ما ابوها سالني يا دولا برضه. ما ممكن اي حد يسالك. يلا اطلع على البازار، اطلع على البازار. طب معلش جربني يا عم انا المره دي، وانا يا عم ليك عليا يعني، انا لا اسمع لا ارى. لا اسمع لا ارى، لا افهم. حاضر. لا افهم دي انا ضامنها، اهم حاجه لا تسمع لا ترى. لا اسمع لا ارى خالص. ماشي. قشطه يا دولا عليك يا ابن عمي، يا حنين انت يا حنين. طيب بوجتك معاك؟ يلا ده انت مستعد يا. ايه دولا قلت ايه؟ مش سامع. اللي هي لا اسمع يعني. طب فين لا ارى؟ اهي دولا كده لا ارى كده لا تسمع. يا اخيرا اخيرا سريري. يا بيت لوحدي انا والسرير، انا وانت يا سريري دون عزول من الامس. اهمس اليك وتهمس الي حتى نملا الدنيا بضجيج الهمس. يا نهار ابيض، ده انا هيطلع مني كميه اشعار. يا خبر ابيض، وانام براحتي ومحدش معايا. انا وانت يا سريري من الامس. ياه، الواحد نام 3 ساعات كأنه نام 6 ساعات. أنا حاسس إن كان في حد بيقاسمني النومة دي. أبدأ بقى مع الفراغ، شوفهم وصلوا اسكندرية ولا لسه. يا مزمزل، أنا ما سألتش الساعة كام، أنا عايز أعرف اسمي. برضه هتقعد تقول الساعة كام؟ بص بقى من الآخر، أنا معجب بيك. وحضرتك مرتبطة طيب؟ يا ستي ما ترغيش، هتقعدي الساعة كام؟ ولا بيكلم مين يا؟ ايه دولا؟ لا لا لا، ده هي دولا اللي اتصلت بيا وقالت لي انا معجبة بيك وبتعاكسني. هي اللي اتصلت بيك؟ بتستهبل يا ده؟ الساعة اتصلت بيك؟
انت بتستهبل ولا التليفون ده مكتوب باسمي يالا؟ يعني هتقبض عليا انا يا عمي؟ مكتوب باسمك ايه؟ هو ابنك. انت بتشوح. عارف يالا يا رمزي، لو استعملت السماعه دي حطيتها على ودنك هقطع لك ودنك دي. ماشي بقى يا دولا. دولا انت مش عايز تتغدى؟ انت مش مفروض المسؤول هنا على الغدا وانت اللي قاعد هنا غصب عني عشان تغديني وتنظف وتعمل؟ بص بقى رمزي حضر لك ايه. بص يا دولا، انا طلعت لك بقى من التلاجة فراخ على كبده على لحمه على شويه سمك كده وجمبري وجبنه وبيض وفاصوليا وباميه وجبنه رومي. اهم حاجه طلعت معاهم الفول؟ لا جدع يا واد، عشان نوفر. صح يا واد صح. جاي تخرب بيتي يا جاي تخرب بيتي. ولا ارجع البازار، انا مش عايز حد يساعدني هنا في البيت يا دولا. لا ما انا مد التماثيل اجازه يا دولا. ارجع البازار بقول لك، بدل ما رفيدك خالص ارجع. روح افتح الباب، افتح الباب. خد 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 تعالى. ايه بتبرطم بتقول ايه؟ ما بقولش. بتبرطم بتقول ايه؟ ما تقدر ترجع على بحس. صباح الفل يا معلم. صباح الجمال يا حته. اتفضلوا يا معلمين. اتفضل يا فتحي. اول ما قلت لنا بقى ان البيت فاضي قلنا بس نيجي نكمل السهره عندك. شرفوا يا معلمين. ربنا يخليك. اهم حاجه جدو الافلام. اكيد يا معلم، جبنا لك فيلم ثلاث شورتيات في ورطه. الله الله. طب والفيلم بتاع الفيل صديقي ده جبته؟ طيب يا معلم كله موجود، صلاه النبي. بس المفاجاه ايه بقى؟ ايه ايه بقى؟ ايه فيلم رعب ديل القطه. الله الله. طب بتاع مين ده؟ ده حته بتاع المخرج اللي هو اسمه سيف النسبرجر. يا سلام على السهره، يا سلام على السهره. تعالى ايه فضل ده يا حيوان؟ نعم السنوكر الجاه. اتفضل يا معلم. ايه اللي جاب العيال دي هنا؟ معلش يا دولا، بص انا عزمتهم بقى واظن ان ده من حقي. حقك جكسر حقوقك. حقك ايه يالا؟ انت ليك حاجه في البيت ده كده دولا؟ كده خدهم وطلعهم بره بدل ما تطردهم انا. يلا دولا دولا، انا عايز بس اعرفهم الفرق ما بين مستواهم الاجتماعي ومستوايا الاجتماعي يا دولا. انت مستواك الاجتماعي ما تصنفش اصلا، خدهم وطلعهم. طب دولا بص، يعني هنتفرج على فيلم الفيل صديقي وهنمشي على طول. الفيل صديقي؟ في حاجه اسمها الفيل صديقي؟ ده انت الحمار صديقك الغبي صديقك. خدهم وطلعهم بره يالا. يلا هنتفرج ونمشي يا دولا، عقبال ما تريح انت شويه في الاوضه. ماشي انا هخش الاوضه دلوقتي اريح، هيتفرجوا شويه لمده 10 دقايق وتاخدهم وتمشيهم بدل ما اطلع اتركوا انتوا الثلاثه. ماشي يا دولا. في صديق وفي صباح. اهو يا دولا ده هو ده اللي بيوجعك. يا دولا. اي 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 اعمل ايدك كده يا دولا. اي اي استغفر الله العظيم، خلصت منهم طلع لي زفت كتير. رمزي يا سريري يا سريري. دولا دولا ايه مش تخبط قبل ما تخش يالا؟ يا عم ما تدوقش بقى يا عم، احنا شباب زي بعض. دولا بقى يا دولا بقى وبتخبط نفسك. يخرب بيتا حسابك يا رمزي تائل. عايز ايه دولا؟ انا عايزك تطلع دلوقتي بقى تشغل لنا الفيديو ده، علشان انا مش عارف اشغله علشان ما ازعجكش يا عم. ويا عم حسابك تائل. ووف يالا بتنفخ. طب انفخ مره تانية كده وانا اكتم لك نفسك اموتك. خلاص يا دولا معلش بقى. اموتك؟ ما انت ممكن تتنفس من مناخيرك يالا. انصح انصح. تعالى ما تعمليش اقلبصات. والله ما انا سيء. اللي اقول عليه يمشي، فاهم؟ اللي اقول عليه يمشي. ايه اللي بتعملوه ده؟ ايه ده؟ انتوا بتستهبلوا بتجروا ورا بعض كده في الصاله؟ مش تستنوا لما اجي العب معاكم يا جزمه انت هو؟ استنى بقى يا رامز. استاذ عادل احكم بينا، الولد التخين ده عايز يتفرج على فيلم الجزيره. الجزيره بتاعت احمد سقا. وقال هو قال ايه؟ عايز يتفرج لي على حين على ما تفرج. دول انا عايز اتفرج على حين على ما تفرج في الجزيره الاثنين مع بعض. بص هو شويه تتفرجوا عليهم وتتكلوا على الله. اتفرج على ربع ساعه من ده وربع ساعه من ده وامشوا على طول. ماشي يا دولا. طب بقول لك عندك اسرار البنات؟ تموت انت يا رمز في الحريم. انا هتفرج على الجزيره. لا اسرار البنات حين على ما تفرج. بس ده انا حوش جايين قاعدين عندي في الماشي. انا هتصرف. انا مش هي دي الشرايط؟ انا هدب ايدي في الشنطه الشريط اللي يطلع اتفرجوا منه على شويه واتكلوا على الله. ماشي يا دول. طب دولا انت مش هتقعد تتفرج معانا؟ اتفرج معاكوا ايه يا ابني؟ انا عندي اشعاري وده يعتبر شغل بالنسبه لي، عايزه تركيز يعني. ماشي يا دول. مصارع حريمي اتفرجنا عليه هنا بسرعه. انت ابو اشعارك يا دول. تولع الاشعار يلا بسرعه. ماشي يا دول. تخلي كده شويه، ده بيتي اصلا يعني.
الجيش ملك. دول يا حبيبي، ما تجيب يا عم انت الهدوم بتاعتك لخلي الواد فتح يغسلها لي. يا عم انت وبعدين اغسل هدومي مع هدومكم عشان تطين زي ما هدومكم طينه كده؟ ايه يا ابني انتوا ما عندكوش بيوت ياض انت وهو ولا؟ لا ما عندناش يا ريس. يا دول انت الخير والبركه يا عم. خلاص يا عم ايه؟ خلاص لا في خير ولا في بركه، ومش عايزكم يا اخي في بيتي يا اخي. يا اخي امشوا بقى يا اخي. دولا ما تطلع انت المصيف بعد كده وتسيبنا احنا هنا بقى براحتنا. ده عشان تخربوا بيتي زياده ما انتوا خربتوه. ما تفتح يا عم، ما تفتح، بتبص على ايه؟ ما تفتح. افتح يا عم. حاضر حاضر. ايوه ايوه بيك يا. احنا بتوع البيك يا. لا متشكر يا حاج، شكرا، مش عندنا اي حاجه تتباع، شكرا. وبعدين فين المعلم فتله؟ ايوه ايوه يا معلم، امرني يا بابا. فين البضاعه يا عم اللي انت وعدت انك تبيعها لي؟ بعدين يا حاج، بعدين بعدين بعدين. وبعدين الاباجوره اللي انت بايعها لي ديك وقبض فلوسها ما بتنور. وريني وريني الاباجوره دي. انا دافع فلوسها يا فندم. استنى، الاباجوره دي بتاعتي. ايه ده، انتوا بتبيعوا الحاجه اللي في البيت يا حراميه؟ يا عم بيت ايه يا عم، هو دي حاجات تافهه دولة؟ ده انا بفكر اغير الانتريه ده. انتري كمان؟ يا عم اطلع بره، اطلع بره، يلا اطلع بره، يلا اطلع بره، بره يا حراميه، يلا بره يا حراميه، بره اطلع بره. دولة بص بقى، انا كده كده كنت همشي يا دولة، بس مستنيك انت اللي تطردني عشان يبقى عملت اللي عليا. انت مش عملت اللي عليك؟ تعالى لي بقى اعمل انا اللي عليا. ايه ده بتسرق بيتي؟ بتسرق بيتي يا حرام، اطلع برا برا، اشوفك هنا ولا في البازار. ماشي يا دول برا. ايه هتنفخ؟ يا ترى انت فين يا رانيا؟ يا رانيا وحشتينا يا رانيا. الله الله الله، ده البيت خرب. الو. ايوه ماما. يا ماما انتوا اتاخرتوا او انتوا مش جايين ولا ايه يا ماما؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ دي ما بقتش شقه، دي حطام وبقايا واطلال شقه. كده يا عادل؟ كده تبهدل الشقه بالشكل ده يا عادل؟ معلش يا ماما انا اسف والله، حقكم عليا. احنا غلطانين، سيبناك في الشقه لوحدك. خلاص ما تسيبونيش تاني، والنبي ما تسيبونيش تاني. ده حتى انا مش لاقي القطر بتاعي، عمال ادور عليه مش لاقياه، وكل العرايس اللي عندي ايديها مخلعه. هيبقى اكيد الواد فاتلك كلب هو اللي كلب. ايه الوساخاتوس اللي انت عايش فيها دي، وايه الريحه الزبالاتوس اللي انا شماها دي؟ عايزه اقول لك حاجه، انا اعرف كويس قوي الريحه دي. ها رمزي، دي ريحه رمزي. رمزي كان هنا في الشقه يا عادل صح؟ الله يخيبك يا رمزي، مشي وساب ريحته. ده اكيد كان في حد هنا، ده حتى واضح جدا. وايه اخبار الصفقه اللي هتغير حياتك يا عادل؟ صراحه يعني يا اخوانا مفيش اي صفقه ولا حاجه. انا كنت متخيل نفسي ان انا لما اقعد لوحدي كده وبعيد عنكم هبقى مبسوط، بس انا بجد ما اتبسطتش. واحنا كمان ما انبسطناش، عشان بصراحه كان في حاجه كبيره قوي ناقصانا. فعلا، وانا كمان نسيت اجيب الام بي 3 بتاعي. وانا كمان ما انبسطتش يا بابا، ده حتى البنات كلها كان باباهم بينزلهم الميه الا انا. معلش يا حبيبتي، ان شاء الله الصيف الجاي هاجي معاكوا وهنزلك الميه لغايه اما تشرقي. ايوه النبي عادل، ده احنا مالناش حس من غيرك. انتوا مالكوش حس، ده انتوا ما شاء الله حسكم بيجيب اخر الدنيا. والله يا عادل ما كلينا سيره الا في الكلام عنك. اكيد في النميمه طبعا. ليه بتقول كده؟ والله كنت وحشنا يا عادل. انت اوحش. سامعه يا ماما؟ عاجبك طريقتي دي؟ اقول له وحشني يقول لي انت اوحش. جريسر راجل بيهرج معاكي. انت مالك انت؟ قصدك ايه يا رانيا؟ في انا مش قصدي حاجه، انت عايزك بضحى ولا ايه؟ سناء يبقى تخرسي خالص لما اكون بتكلم مع اخويا. لا اخرسي انت خالص، انت ما تكلميش معايا يا حبيبتي. لا ده هقوم راحتي. الله اكبر الله اكبر. يا سلام، والله وحشتوني يا رجاله، وحشتوني. يا رمزي رمزي يا رمزي، تعمل ايه يا ابني؟ ادوله بقول لك، ادوله لو سمحت يعني امضي لي على الورقه دي. دي استقالتك؟ موافق طبعا. لا يا دوله، دي طلب زياده 5 جنيه في المرتب، بس امضيها لي بسرعه بسرعه. دي انت بتتقلط عليا انا؟ امضيها لي بسرعه بسرعه، انت عايز زياده ليه؟ ما انت واكل شارب نايم هنا وببلاش، يعني عايز زياده تعمل بيها ايه؟ وافطر وخلاص. ايه دولة؟ علشان انت مش عارف تقدر مواهب يا دولة. مواهبك في ايه؟
انا ما اعرفش ليك اي مواهب خالص غير مواهبك في النوم مثلا بتنام ما شاء الله براحتك، مواهبك في الاكل بتضرب زي ما انت عايز، ليك مواهب تانية ولا ايه؟ ايوه دولا، انت نسيت اهم موهبه عندي دولا. انت بس لو تسيبني يا دولا ادير انا بقى البازار ده هو بقى بطريقتي. بطريقه انت تعمل لي فيها حسن شحاته؟ طريقتي 424. لا يا دولا، انا الطريقه دي يعني يا عم جربتها قبل كده وما نفعتش، لانك ما بتحاولش انك تشجعني ان انا اطلع الجواه دول. ايه اللي جواك يا عم الحصاله؟ جواك ايه يا انت تستهبل؟ يا انا عارفك وحافظك يا لا يا دولا، بص انت بنبرتك دي يعني يا عم خايف ان احزمك. تهزمني ولا ده انت ما تعرفش الفرق بين ورق البردي وورق البفره؟ لا يا دولا انا عارف طبعا عارف، ده انا سايب بصمه في كل المكان. بصمه ايه يا ابو بصمه؟ بصمه ايه؟ بصمتك انك بتسيب لي شويه سندوتشات الفول والبقايه بتاعتها في الادراج وفي كل حته، هي دي البصمه؟ ولا الفران اللي عماله بترمح جوه في المخزن، هي دي بصمتك يا ده؟ ايه ده دوله؟ الفران اللي جوه دي يعني يا عم ده انا باكلها كل يوم، ده انا بحسبك بتربيهم. بربيهم ليه؟ فاتح جمعيه الرفق بالفران، ده انت عامل لي مصيبه في كل حته، بصمه في كل حته، حتى الحمام معلق لي يافطه ممنوع الاقتراب والتصوير، الناس هتصور ايه ولا تقترب؟ بس 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 انا حتى الفران دي عايز اشوف لها هل اجيب لها مصايد اعمل لها سم، مش هعتمد. اوعى 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 من خلقتي، انا هخش المخزن واشوف انا. اوعى دولا. طب حاسب يا عم بقى الخشبه اللي قدامك دي انا ساند بيها الرق. دولا انا فين؟ 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 عادل ملك يا حبيبي. انتوا مين؟ مين؟ يا حبيبي انت مش عارفنا؟ انا مش عارف حد. انتوا مين؟ انا فين؟ انا مش فاكر حاجه. دكتور لو سمحت طمنا من فضلك. واضح ان المريض فقد الذاكره. فقد الذاكره؟ طب طمنا دكتور، يعني هو هيشوف تاني؟ رمزي اطلع بره بغبائك بره. طب والعمل يا دكتور؟ ايه الطبيعي في الحالات اللي زي دي؟ بنحاول نفكره كان عايش ازاي من غير ما نضغط عليه. مين اكتر واحد كان المريض بيتعامل معاه؟ كان بيتعامل معانا كلنا. او نو نو، هو كان بيتعامل مع رمزي اكتر واحد. استاذ رمزي. استاذ استاذ رمزي، حاول تتعامل معاه زي ما كنت بتتعامل معاه قبل ما يفقد الذاكره، وحاول توريه كان عايش ازاي. بس ولا يكون عندك فكر خالص، انا هوريه. ويكون في علمك يا زي ما فهمتك قبل كده، انا ليا 90% من البازار ده كله. ها بس انا سايبك براحتك علشان صورتك قدام اللي في البيت عندك. وعلى فكره كمان الشقه اللي انت قاعد فيها دي انا ليا فيها نصها على فكره. وحضرتك يعني سايب الشقه وجاي قاعد هنا في البازار؟ يعني واضح ان حضرتك يعني كريم. يا انت اسمك ايه؟ اسمه رمزي. رمزي؟ والله يعني كتر خيرك يا رمزي. ايه ده ايه ده، انت هتعمل فيها فقد الذاكره وكده؟ اسمي استاذ رمزي. استاذ ما تنساش نفسك يا استاذ رمزي. حضرتك مدرس يعني استاذ ولا اكيد مدرس تاريخ ما دام حضرتك فاتح بازار يعني؟ بص اثر في الكلام اثر. ادخل ادخل يلا، غور من وشي، هات لي كوبايه ميه. يلا كوبايه ميه. حضرتك رجليك بتوجعك يعني عايزني اجيب لك انا؟ حاضر اجيب لك ميه. حاضر بسرعه. يا سلام بينها لعبت معاك كده يا ابو الرماميز. يا دي عادي بسرعه بسرعه بسرعه. ايوه ايوه استاذ رمزي. الا ايوه ايوه ساعه ساعه بتجيب كوبايه ميه؟ ايه ده؟ بقول لك ايه، حسك عينك بعد كده هون. الاستاذ رمزي يبعتك في حته تتلكع عليا. يا غبي يا غبي غبي، ده باين عليا كنت مرمطون في البازار يعني. يلا يلا ادخل بقى امسح البلاط دون علشان تلحق تغسل لي الشروات بتاعتي قبل ما تروح. حاضر حاضر يا استاذ رمزي. حاضر حاضر. خد 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 خد. ايه ده وانا لسه كملت كلامي؟ حضرتك اكمل كلامك ايه؟ لسه كملت. هتمشي كده اهو وحاضر وماشي. حاضر اعمل ايه؟ انا المفروض اعمل ايه يعني حضرتك؟ اسمع اسمع الكلام وانت خالص. حاضر حاضر وهسمع الكلام وانا خالص. حاضر حاضر. يكون في معلوماتك يا دي عادل. ها انا سايبك بس كده اهو عشان انت ابن عمي، محسوب ابن عمي، مش عارف اعمل ايه. انت عارف انت لو حد تاني ده انا كنت افتريت عليه، ده انا مفتري على فكره. ايوه لا حضرتك يعني ما شاء الله، لا حنين والله يعني يا استاذ رمزي، يعني ربنا يخليك لينا يا استاذ رمزي حضرتك يعني. وياما ياما حاولت اطردك بس امك بقى تقعد تتوسط ليك وبقول ماشي عشان انت ابن عم. والله يعني حضرتك واضح ان انت عامل حساب لصله القرابه وللعيش والملح يعني. ويكون في علمك بقى يا عادل انت من هنا ورايح شهر
شهر بحاله مش هتشوف غيره العيش والملح. عايزك تقعد اكل العيش وملح؟ يعني انا اسمع ان فيه فول وساعات بيبقى فيه طعميه باين، وبيقولوا فيه بتنجان مخلل يظهر ولا ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده، انت هتقعد تفكر وتقول يمكن هو العيش والملح وبس؟ عادل عادل، فاكر المكان ده يا حبيبي؟ يعني صراحة مش فاكر، بس هو أنا كنت بشتغل إيه في المكان ده؟ يعني كنت أنا اللي بمسح البلاط ولا إيه؟ بلاط إيه يا بيبي؟ أنت كنت مرة مديني ميعاد هنا وأنا جيت قعدت استنيتك، وأنا قاعدة بستناك في تلاتة عكسون، قمت أنت جيت وشفتهم وخدتك الشجاعة ورحت شتمهم. الله، ده أنا كنت جامد قوي بقى وأنا مش واخد بالي. جدا جدا يا حبيبي، بس عايزة أقول لك للأسف الشديد راحوا معلقينك في المروحة. الله، ده ما كنتش جامد بقى ولا حاجة. جدا يا حبيبي. عادل ثانية واحدة. ها، بس مكان حلو يعني صراحة. هي دي الحالة اللي أنا قلتلكوا عليها، أرجوكوا لازم نساعده عشان نرجع له الذاكرة، أرجوكوا ما تنسوش. ها، اتفقنا؟ كله تمام يا مدام. عادل يا حبيبي، بيبي فاكر لما كنت بتغير عليا؟ أنا غير عليكي؟ ليه؟ مناسبة إيه يعني؟ مغير إيه يعني؟ مثلا حد كان بيزغزغني ولا؟ صحيح يا جدعان، سير الحي تلاقى. حضراتكم تعرفوني؟ عادل، دول التلاتة اللي عكسوني، فاكر؟ اللي علقوني في المروحة؟ أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، منورين والله يا كباتن. تشربوا إيه؟ يا متر، يا متر، شوف الكباتن يشرب. لا متر إيه؟ أنتوا عايزين تلاتة متر على الأقل. يا تلاتة متر، يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. صباح الفل يا جميل. صباح النور، اهلا وسهلا، منورين يا كباتن والله. انت يا فندي، احنا بنعكس مراتك. تعكس مراتي؟ هي فين دي؟ انا معرفهاش. فين مراتي؟ طب دي نسيت تاني يا بابا. دي امي اللي هي مرات حضرتك اللي اسمها رانيا. يعني مراتي هي مامتك واسمها يعني احنا قرايب. دي استنى ما تقوليش، دي امي. أختي؟ لا. حماتي؟ لا يا بابا، دي أنا بنت حضرتك ياسمين. نسيتني؟ معلش، أنا أصلي بصيت كده هو شوية ورجعت تاني فنسيت، فأنا معلش، أنا آسف، أنا آسف. مش مشكلة، مش مشكلة. بس دي أمك اللي هي يعني إيه تيتا إنعام. إنعام أمي. ودي حماتك اللي هي مجيدة. حماتي مجيدة، تمام تمام. ودي دي بابا فاكر القطر ده؟ ايه ايه القطر ده؟ يعني القطر ده ليه علاقة باللي حصل لي؟ يعني هل القطر ده لما خبطني انا فقدت ذاكرة ولا ايه؟ لا يا بابا، ده اللي انت اشتريته لي في عيد ميلادي الخامس. عيد ميلادك الخامس؟ تصدقي كنت فاكر ان عيد الميلاد ده بيتعمل مرة واحدة بس في السنة، بيتعمل خمس مرات؟ لا، ما انا ساعتها بقى كان عندي خمس سنين. عيد ميلادك الخامس لما بقيتي خمس سنين. طب وانت عندك كام سنة دلوقتي؟ 10. يعني انا جبت لك القطر ده من خمس سنين. بس برافو عليكي والله. ايه ده، محافظه عليه، شاطره. ايوه. طب بص بقى. بص قولي دي مين بقى؟ دي نسيت تاني يا بابا. حرام عليك، بقى لي ساعتين بفكر فيك. ساعتين؟ يا نهار ابيض، ده انا اتاخرت جدا على الاستاذ رمزي. هو عارفه طيب قوي، بس ساعات بيقعد يشخط فيا. إيه غلط ان اقول له للاستاذ رمزي؟ اقول له ايه؟ اقول له رمزي بيه؟ رمزي بيه. يا دي عادل. ايوه رمزي بيه. عادل خد بسرعه يا غبي. ايوه. ساعتك كام؟ 2:30 حضرتك. 2:30 دي بقى ما بتفكركش بحاجه؟ بتفكرني بايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت خايف ولا؟ ما تخافش يا ابني، احنا اولاد عم وانا هضربك. يعني ايه حضرتك بتفكرني انها قبل 3:30 او بعد 3:30؟ بعد 3:30. لا، بتفكرك بالايس كريم بتاعي. حضرتك انت ضارب لغايه دلوقتي 3 ايس كريم يعني. ايه ده، انت هتعد عليا؟ هتعد عليا؟ يلا يلا نجرب، امشي وهات لي العلبة الكشري وانت راجع. يلا اجيب لك حضرتك علبة كشري. يا حضرتك انت لسه ضارب 2 مهلبية، هو انت بتحل الاول وبعدين تحبس بالكشري يعني؟ انت هتقعد تبص لي في اللقمة؟ لا حضرتك، انا هكتب يعني، انا هكتب عشان ما انساش يعني. اكتب على الله بس، بتعرف تكتب ولا ايه؟ حضرتك انا لقيت نفسي دي الحاجة الوحيدة اللي انا فاكرها يعني. حضرتك اوامر الاستاذ رمزي، تحت امرك يا فندم. اكتب عندك، انت تعدي على القهوه بتاعتي تجيب لي الطلب بتاعي. انا اسف يعني، معلش، هو ايه الطلب؟
وانت كل شويه هقعد معلش هقعد افكرك حضرتك. معلش انا هكتب اهو هكتب. انا كاتب بحضرتك كنت طلبت سحلب وبعدين طلبت عناب وبعديها ب10 دقايق جبت لك جنزبيل وشاي وبعدين جبت لك قرفه وبعدين قهوه ساده وبعدين قهوه زياده. انا اسف يعني. هو حضرتك بتطلب طلبات الشهر كلها النهارده يعني ولا انت مثلا بتعمل ايه ولا انت شريك في القهوه؟ انت هتفكر هتفكر. انت مالك انت مالك انت تسمع الكلام وانت ساكت خالص يا غبي يا غبي. يلا يلا نجرب. وبعدين وانت راجع ما تنساش تعدي على الجرايتلين عشان تجيب لي الملابس بتاعتي. جرايتلين؟ اه جرايتلين. ايوه اكتبها صح جرايتلين. وبعدين يا عادل انا خلاص يعني قررت اتجوز اختك سناء. حضرتك يعني انت كنت الفترة اللي فاتت ما اتجوزتهاش ليه وجاي تتجوزها دلوقتي؟ يعني انت كنت ناسي برضو ولا ايه؟ لا يا لا فهم يا لا. يعني انت فاهم يعني ان الدنجمانات اللي زي يعني يعني عندهم بقى مغامرات حول البلاد. فانا الحمد لله لما خلصت البلاد قلت بقى اتأهل واتجوز سناء. يلا اتجوز سناء. والله يعني وانا في ديك الساعة اما حضرتك تتجوز خالتي يعني. يا ابني افهم ضحكتني يا دي عادل والله. افهم يا ابني اختك اختك. وبعدين يعني جحا اولى بلحم طوره. طب حضرتك انا اسف بس حضرتك تبقى جحا ولا طوره؟ انت هتغلط؟ انا الطور. طب فاكر يا عادل يا حبيبي لما كنت بتلعب في الشارع وبعدين بنطلونك اتقطع وبعدين سناء مسكت البنطلون وقعدت تخيطه؟ استنى بس هقول لك انا بس ايه. انت كنت بتلعب في الشارع كده هو ها يا عادل يا عادل افتكرت يا حبيبي؟ لا ما افتكرتش. طب انا بقى هفكرك. افتكرت يا حبيبي؟ لا انا يا عادل بقى اللي هفكرك لان يا حبيبي ذكرياتنا كلها مع بعض. فاكر واحنا صغيرين ها افتكرت؟ لا مش فاكر بس واضح ان انت شريره قوي يعني. طب خلاص يا جماعه سيبوني بقى انا اللي هفكر. بص يا ابي انا هفكرك بشويه حاجات دلوقتي ذاكرها هترجع لك حالا. ها افتكرت؟ ايه ده انا مش فاكر حاجه خالص. انا مش فاكر حاجه خالص. انا مش فاكر حاجه خالص. هابيك شيشيك دبع كش ملك 10 37. الله 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 الله. قلبتولي البازار قهوة؟ قلبتولي البازار قهوة؟ يا رموز حبيبي والله يعني انا حضرتك قلت اتسلى شوية يعني على ما حضرتك تيجي يعني. انا اسف يعني حضرتك يا رموز حبيبي. تتسلى ايه يعني دلوقتي؟ افرض في حد دخل عليا دلوقتي هيقول علينا ايه؟ صيح؟ هتبوظ لي شكله قدام السياح؟ بس معلش مش قدام صحابي. انا مشيهم وانا مشيهم حضرتك وهتصرف. حاضر ماشي يلا بسرعه مشيهم وبسرعه وكل حاجه ترجع مكانها. كل حاجه حاضر حاضر. هلم الدوم انا وهظبط كل حاجه. يا غبي يا غبي. حاضر حاضر. معلش يلا يلا اتكلوا على الله. ده مكان اكل عيش ازاي تيجوا تقعدوا في مكان اكل عيش؟ هنكمل بعدين اول ما يمشي. ها يلا كشم له. نفضله نفضله. حاضر حاضر هنفضله هنفضله. انت عارف يا دي عادل لو ده حصل تاني ايه اللي هيحصل؟ حضرتك اه صحيح ايه اللي هيحصل؟ وانا بسالك يا غبي. حضرتك يعني انا اوعدك ان ده مش هيحصل تاني ومش هيتكرر تاني حضرتك يعني. خلاص هعديها لك يا عم المره دي. قول لي بقى الشغل عامل ايه في غياب الكتير اللي انا بقعد اغيبه ده؟ حضرتك الشغل ماشي زي الفل الحمد لله يعني ومفيش اي حاجه وما غلطتش ولا غلطه الحمد لله النهارده. ايه ده ما غلطتش ليه؟ ما غلطتش ليه؟ ماشي. وايه دي؟ ايه فرده الشبشب؟ هتطلع المكتب فرده الشبشب؟ حضرتك اصل كان في سايحه جت هنا اهو في البازار. حضرتك كانت عايزه تاخد شويه تماثيل وبعدين الفلوس اللي معاها ما قضتش فروحت انا بقى ايه فكرت فكره ان انا اخد منها بقى فرده الشبشب دي رهن على ما تجيب بقيه الفلوس. فرده واحده يخرب بيتك. فرده واحده يا ابني انت ما كده ممكن تمشي على رجل واحده يا عادل. انت كنت ممكن تاخد منها الفرده الثانيه على الاقل وكنا نعرف نبيع الشبشب كله. شبشب كله. خلاص حضرتك المره الجايه هاخد منها الفرده. حاضر 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 حاضر. ماشي. وعلشان بقى ما تنساش تاني وكل شويه بتغلبني ها هات الكرباج اللي وراك ده عشان هتنضرب. لا حضرتك بلاش الكرباج والنبو بلاش الكرباج. هتنضرب يعني هتنضرب يعني هتنضرب. حضرتك يعني بلاش الكرباج لانه بيلسوع جامد. بلاش الكرباج حضرتك. هات الكرباج. اخر مره اخر مره وبعد كده اي واحده بقى مش هتدفع الفلوس كامله هاخد منها الفردتين.
طب استنى استنى، افرض انت بقى ايه قعدت ناسي كتير ومفتكرش حاجه خالص، ينفع انا بقى اخد منك المصروف مرتين في اليوم الواحد؟ مرتين تاخدي مصروف طبعا. هو انت اسمك ايه؟ حسنات. حسنات ده اسم حلو قوي يا حسنات. ياسمين عيب كده، عيب كده تضحكي على بابي. هو لو كده هيقعد عادي ويعيش عادي زي ما كان عايش، يعني في ايه؟ هي عادل انت لسه صاحي يا حبيبي؟ ما انا مش عارف انتوا بتناموا الساعه كام بالظبط يا طنط. طنط ده نمك. ده نمك مين يا سنحات؟ ايه يا رانيا، ايه يا رانيا، مش تسيبي عادل يرتاح شويه ولا خلاص انعدم من عندك التمييز؟ يا بنتي في انت جاي تعلميني الادب في بيتي ولا ايه؟ ما تحترمي نفسك يا سنحات. طب تقصدي يا رانيا؟ مقصود كيس يعني. بحسب انت خلاص. انت دوشة اب، مش معقول اصواتاتكم جايبه اخر الشوارع والناس مش عارفه تنام. ايه ده، هو معقوله الشارع كله لسه صاحي لغايه دلوقتي؟ على فكره بقى يا جماعه، ابي عادل صعب جدا جدا ترجع له الذاكره في الجو الغريب ده. معقوله؟ اوعي تمثلي اكتر من كده احسن، افتكري بتحبي عادل اكتر واكتر. ده اللي حصل له في حياته، القرف اللي هو فيه ده من الزحمه اللي في بيته. أيوة. ايه ده، في زحمه؟ في زحمه؟ بصوا اهم حاجه بقى ما دام في زحمه يا جماعه، هاتوا اشرج اللي هو بتاع المرور ويقف ان هو ينظمها في الصاله ان شاء الله. بقول لكم ايه بقى، انتوا يا عريرين انتوا، لو في شويه دمار في العروقات بتاعتكم انتوا تغوروا من البيضه دلوقتي حالا. جرايه يا وليا انت. انا من رايي يا جماعه ما يغوروش دلوقتي، النهار ليه حاجات، استنوا لبكره الصبح. بقول لك ايه، ده بيتنا وهنقعد فيه براحتنا، واللي مش عاجبه بيتنا يرحل يا حبيبتي. ايه بتقولي ايه انت يا حشره يا سرسره؟ بيتك ايه يا مو بيت انت يا مسرسره؟ انت بيتك ايه ده؟ بيتي انا. عايزه اقول لكم حاجه بقى يا جربوعين، انتوا المسالات بتقول اللي بيته من ازازات ما يرميش الناس بالطوب يا اماغ. اماغ يا بتاعه جماه انت، اما تعرفي تتكلمي الاول اللي بتكلمي. انت مش ناويه تلمي نفسك يا ستي يا مشاعر اصفر انت؟ بس بس بس. انت بتقولي ايه؟ انت شايفه مامي بعطاره ولا ايه؟ ما بلاش انت يا حشره، بتمدي ايدك عليا. فين التمثال بتاع القط الاسود؟ تمثال ايه بس يا عادل، اطلع. ايه ده، ايه ده، احنا انا فين؟ انت في بيتك يا حبيبي. اللي جابني بيتي، وبعدين الدنيا كانت نهار، احنا بقينا بالليل ولا دي السحابه السودا دي؟ الحمد لله احمدك يا رب. انت فاكر يا عادل؟ وانا كنت نسيت ايه عشان افتكره يعني. الحمد لله على السلامه يا حبيبي. وانا كنت مسافر، هو في ايه؟ الحمد لله. ايه يا ياسمين؟ يعني انا كده ضاع مني المصروف. مصروف ايه يا سناء؟ انت ايه اللي مرمطك في الارض كده؟ ايه يا جماعه، انتوا غراب قوي النهارده ليه؟ الحمد لله على السلامه يا حبيبي. على السلامه يا حبيبي. 70 80 90 100 نطوا عليكوا الحراميه. ذكر رمزي. رمزي رمزي كده اهو انحف، وحمد لله على السلامه. حمد لله، انت خلاص خدت عليا يا دي عادي. انا اسف يا رموزه بيه، يعني انا تحت امرك، اهلا وسهلا. انت بص غلطاتك كترت معايا، خلي بالك للصبر نفوس. لا حضرتك، يعني اوعدك ان انا ما غلطش تاني. يعني اخبار الشغل ايه؟ شغل؟ ايه السؤال ده؟ في ايه؟ في ايه حضرتك، ايه اللي حصل؟ مالك يا دي عادل، في حاجه؟ مفيش اي حاجه، انا بسال بس بطمن يعني. ايوه اصل شكلك كده متغير، يعني انت افتكرت حاجه ولا حاجه؟ افتكرت. افتكرت ايه؟ افتكرت ان انت طبعا الاستاذ رمزي وتملك 90% هنا من البازار ما شاء الله. الحمد لله، وقعت قلبي وقعت. انا بحسب بس انا ملاحظ يعني شويه تغيرات هنا في البازار. ملاحظ؟ وانا من امتى يا دي عادل باخد رايك؟ من امتى؟ بس انا يعني حضرتك ملاحظ ان في شويه حاجات عايزه تتظبط. تاني ملاحظ تاني حاجات ايه يا دي عادل؟ حاجات يعني حضرتك يعني لا لا لا، مفيش حاجه ملاحظها ولا حاجه، اللي حضرتك تؤمر بيه انا تحت امرك يعني. خلاص خلاص خلاص، ادخل بقى، خش شوف شغلك كده، واقلع الهدوم بتاعت اللي انا مديهالك عشان تروح بيها قدام عيلتك دي، عشان تاخد هدومك المعفنه، عشان في زباين جاي اقابلها بالهدوم دي. لا حضرتك طبعا ما يصحش. عارف حضرتك انا لاحظت كمان ورقه موجوده معايا، الورقه دي كنت عايز بس استفسر على شويه حاجات فيها. يعني بتقول اوامر الاستاذ رمزي، وان حضرتك ليك 90% وليك نص الشقه.
دولا حبيبي ابن عمي حبيبي انت افتكرت دولا الف حمد على السلامة. يا سلام. انا عايزك بقى تتصل بامك في البلد عشان احتمال كبير جدا امك ما تشوفكش تاني. ليه دولا ما تشوفنيش تاني ليه؟ انت ناوي تعم امي؟ لا ناوي ان شاء الله اجيب لك عقد عمل في مستشفى بتاعت ناس صحابي. بس ما تقولش يا دولا انا عرفت هشتغل دكتور. صح صح. لا هتشتغل عيان. رمزي رمزي مالك؟ انا اسف ان انا ضربتك جامد. رمزي رمزي. انا مين؟ انا مين يا دولا؟ انا مين يا دولا؟